الحمد لله رب العالمين. يعني هو يعني أشبه بحلم إنه أنت يعني تصحى من النوم على خبر إنه خليل بده يروح، وعدا عن ذلك إنه يعني مش متوقع، مش موعد إفراجه. أنت بتحكي ضايل في حكمه الجائر اللي صدر بحقه آخر فترة، ضايل 4 شهور. فأنت لما بتحكي 4 شهور ضايلات وهيك مرة واحدة يجيك إنه خليل بده يروح، فالحمد لله يعني شعور لا يوصف. لكن هذا الشعور مخلوط بالتخوف والترقب إنه لا قدر الله ممكن تكون يعني مؤامرة أو تلاعب في قضية خليل، زي ما حصل وقت إضرابه أكثر من مرة. يعني تعرض لخليل محاولة إنه يتم الإفراج عنه أو ما يتمش. عشان هيك إحنا يعني ضلينا على أعصابنا للحظة اللي التقوا فيها يعني الشباب، أخوة خليل، عمامه، عمي، حماي، كلياتهم لما التقوا مع خليل في هذيك اللحظة يعني اطمننا، والحمد لله رب العالمين. يعني فرحتنا إحنا اليوم لا توصف، نعطيهاش ولا لأي حدا. إن شاء الله يعني اللي أطعمنا هاي الفرحة يطعمها لكل الأسرى يا رب العالمين. الوضع الصحي يعني خليل من قبل ما يتم الإفراج عنه، إحنا بنعرف إنه الجهاز العصبي عنده متأذي كثير نتيجة للإضراب اللي خاضه. خليل يعني أنا كنت أحكي إنه ما بقدر يمشي، يعني بتتفاجئ انه اليوم الناس مستغربة انه فعلا خليل مش كاين يقدر يمشي. احنا كنا نحكي هذا الحكي فيما قبل. اليوم يعني خليل اول ما تم الافراج عنه تم التوجه فيه لمستشفى الاستشاري في رام الله، اجراء فحوصات اولية لتقييم وضعه الصحي. يعني سيمكثان في اذنه 3 أو 4 أيام من اجل يعني فقط استقبال المهنئين بسلامته، ثم بعد ذلك سيعود إن شاء الله لمستشفى الاستشاري لتلقي العلاج، حتى يعني يقدر يسترد إن شاء الله بإذن الله يعني صحته وعافيته ويرجع زي ما كان. يعني الفرحة لا توصف. يعني أول ما بنات يعني فتحت أنا على اتصال دائم مع والده لخليل، على أساس إنه يعني بدنا نعرف في اللحظة اللي بيتم الإفراج عنها. مجرد ما شافوا إنه خلص هاي بابا في سيارة سيدو، يعني الكل صار يرقص ويغني ونط من الفرحة. الحمد لله بابا اليوم دي يجي عندنا، الماما اليوم بدنا نحضن بابا، يعني اليوم مش عارفين شو بدنا نسوي لبابا. فأنت لما تحكي عن هذا الفرح، يعني حتى هذه اللحظة في يعني حالات ترقب شديد إنه في اللحظة اللي يوصل فيها خليل شو بدنا نعمل معه. الحمد لله رب العالمين. يعني لحظات عصيبة جدا جدا مرت علينا خلال يعني السنتين اللي مروا، لكن كرم رب العالمين ولطفه وعطائه يعني بطغى وغمرنا في هذا الفرحة المفاجئة. الحمد لله رب العالمين.